لي صديق كثير النسيان ويشك دائما في أداء صلاته، هل هو أدى الصلاة بالكامل أم لا؟ وهل قرأ التشهد أم لا؟ وهل صلى صلاته سرا أم جهرا؟ نصحته كثيرا، وقد نصحته أن يبني على اليقين ويكمل صلاته، هل يجوز له ذلك يا فضيلة الشيخ؟ نرجو نصحه بما فيه الكفاية. هذه الشكوك والأوهام والوساوس التي ترد عن الإنسان في صلاته وفي وضوئه أيضا، بل قد تنسحب على جميع تصرفاته، حتى التصرفات الخاصة مع أهله وأولاده قد تنسحب هذه الأوهام والوساوس الشكوك عليها، فيكون مذبذبا في جميع تصرفاته. والطريق الوحيد إلى دفع هذه الوساوس والأوهام أن يكثر الإنسان من قراءة الأوراد الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحس بهذه الوساوس تعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى وإن كان في صلاته، ولا يلتفت إليها وينتهي عنها ولا تكون له على بال، وهو سوف يشق عليها الأمر في بادئ الأمر، ولكن إذا استعان بالله عز وجل وصمم وعزم على أن لا يلتفت إلى ذلك فإنه يزول عنه. ونصيحتي لهذا الأخ ولغيره ممن أصيبوا بهذه المصيبة أن يفعلوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهاء عن هذه الوساوس حتى تزول عنهم بإذن الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ.